Kiss in it. بقولك ايه؟ روح الحمام. ماشي. لقيت شمع كتير فقلت اولعه يعني. والنور بيقعد كتير يعني 5 دقايق تلاقيه جه كده. انا ابويا غاوي شمع عيدانات وشمع وكده، يعني بتفكروا بايام زمان بقى، لك ايام لما كانت الحياه سهله. هو شويه والنور هيجي. انت بتخاف من الضلمة؟ مش عارف يعني، عمري ما فكرت في الموضوع ده. كل الناس بتقول الحاجات المرعبة بتظهر في الضلمة. يا عم ده كلام أفلام يا عم، انت بتصدق؟ مش كلام أفلام وبس، حصل لي موقف خلاني أغير رأيي في الحاجات دي. يا عم أكيد لأ يعني. اللي انت بتقوله ده عامة انا هحكي لك وبعد كده انت احكم. احكي يا عم، ما هو كده كده مفيش حاجة بتعملها. مفيش، كان في يوم كده لازم اروح على حاجة مهمة في مكتب المهندسين، كنت قاعد لوحدي تماما. انت مين؟ دخلت هنا ازاي؟ ما ترد عليا. Shut up.
لحد دلوقتي ما لقيتش مبرر للي حصل. الو الو يا طارق، انا متهيألي كده نسيت الموبايل عندك، شوفه كده. مين معايا؟ ايوه يا ابني انا فايق. مين معايا معلش؟ في يا طارق انا فايق. يا ابني انت بتشتغلني ولا ايه؟ ما انت قاعد قدامي اهو. بشتغلك ايه يا عم؟ انا قعدت اخبط عليك اصلا وانت في الحمام، وسبت لك ورقه على التلفزيون ونزلت.